أبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إخوتي الكرام، أولا وقبل كل شيء أحييكم من أعماق القلب ومن لب المشاعر، وأبدأ بهذه التحية التي ليست لي أنا وحدي، بهذه التحية السنغالية رئيسا وشعبا الموجهة إلى مصر، إلى المؤتمر 23، إلى هذا الجمع المحترم. تحية من رئيس جمهورية السنغال ومن زعماء الإسلام في هذا البلد ومن شعب السنغال كله إليكم، وأولاً إلى رئيسي، وأولاً إلى المستشار. فخامة الرئيس عدلي منصور، وندعو الله أن يلبي التوفيق والانتصار لهذا الاسم الكبير منصور بعدالة بعدله. والسلام عليكم رفقائي في هذا المؤتمر الغالي والذي جاء بوقته. لا أدعي أبدا كوني أهلا لهذه المهمة، ولكنني أشكركم لاحترامكم للمبادئ الإسلامية وللأخلاق الإسلامية التي تقضي بإشراك الجميع في العمل النافع. شكرا لكم. ومحاضرتي هذه حقا ليست محاضرة، إنما هي إبداء نية مسلم في حدث عم العالم، إبداء نية مسلم في الرغبة في المشاركة بمثل هذه المحاولة، محاولة الكف عن الفساد. وأعلق على هذا الموضوع تعليق بريء جدا، وهو الفتوى والتخصص مفهومه وأهميته في منصب الإفتاء. بعد الاعتذار من الوزراء الموجودين هنا ومن العلماء بمختلف مستوياتهم ومن رئيس الجلسة الذين كان يجب علي أن أقدمهم على رأس التحية المحيين من الشعب السنغالي، ألتمس منهم عذرا لهذا التردد في إبداء التحية. الفتوى وتخصص مفهومه وأهميته في منصب الإفتاء موضوع شائك أعترف، ولكنني أحاول ما أعطيه الآن محاولة. إن الفتوى
عملية فكرية علمية وتجريبية ذات مسؤولية خطيرة ونتائج ملموسة مباشرة وغير مباشرة. فالفتوى تتصل بحياة المجتمع وتتفاعل معها، ولكنها كما قلت مسؤولية خطيرة. قال عليه السلام: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أكبر الكبائر الإفتاء بغير علم. وقال رب السماوات والأرض محذرا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا سأتناول نقطتين في هذا الموضوع: مفهوم التخصص وأهمية التخصص في منصب الإفتاء. أولا، يتم التخصص من شخص في ميدان أو علم أو عمل بعد دراسة عامة لميدان التخصص حتى يلم به ويعرفه معرفة عامة وشاملة، وبعد هذه المرحلة الأساسية بأهميتها القصوى في مواصلة الدراسة والبحث في مرحلة التخصص، تأتي مرحلة التعمق أكثر في ناحية من نواحي هذا العلم أو هذا الميدان. كما يتخصص الطالب بعد الطب العام في فرع من فروع الطب كالتخصص في القلب أو الجراحة إلى آخره، أو كاختصاص طالب في الحقوق بعد القانون العام إلى قانون المحاماة أو القضاء أو العلاقات الدولية والعلوم السياسية والعلوم الإدارية إلى آخره. التخصص في مادة هو التوسع أفقيا وعموديا في دراسة المادة حتى يصبح المتخصص متفاعلا بالمادة المدروسة، تفاعلا منسجما. وقد يكسب له هذا التخصص اسما أو صفة أو نعتا مهنيا، أو يصبح مقبولا لدى الناس كاسمه الأصلي. والتخصص يكسب لصاحبه مصداقية لدى الناس، فيصبحون يثقون به وبما يفتي لهم في أمورهم في إطار تخصصه هذا. فيقال: كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وهنا تكمن خطورة الفتوى، بحيث ينشئ أو يظهر حقا للمتخصص لم يكن معروفا، فيكون عمل التخصص مهما حيث يعيد الحق والعدل إلى نصابه إن كان التخصص صحيحا. ومن طبيعة التخصص إظهار الحق والمخفي وإزهاق الباطل. ب: أهمية التخصص في منصب الإفتاء. إذا كان التخصص هو التعمق بدقة وعناية طولا وعرضا في المادة المدروسة، فإن وظيفة الإفتاء وخطورتها في حياة المجتمع وأهميتها في خلق السلام والأمن في الحياة تتطلب عناية كبرى ووقاية مثلى لسلام المجتمع ووقايته. لمنصب المفتي مسؤولية عليا،
وصعوبته لا تغيب عن أحد. فالمفتي وإن كان لا بد أن يعتمد في إفتاهه على نصوص القرآن والسنة والاجتهاد، هو لا يستغني أبدا عن الفكر والذاكرة والمشاعر والإحساسات الشخصية. فالمفتي مطالب بحفظ السلام والأمن في المجتمع بعدالة إنسانية. السلام أهم شيء في الحياة، يحرص المفتي على سلامته وديمومته. وقد أكد سبحانه أهمية السلام بقوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورة مريم. وقال سبحانه على لسان عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في سورة مريم. وقال إبراهيم عليه السلام: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. في هذا أيها الإخوة يتبين بأن السلام هو سر الصلاح والفلاح، لأنه لا إقامة للمبنى السليم لحياة الإنسان بدون سلام، ولا سلام بدون عدالة والعمل المعروف، ولا سلام بدون عدالة والعمل المعروف. فضرورة حفظ كرامة الإنسان وأمنه وسلامته من أقوى مصادر التشريع يعتمد عليه المفتي لأداء علمه لأداء عمله على خير وجه. قال سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف. ويسر ويلح ربنا الأكرم على أهمية السلام وأساسيته في سلام المجتمع عملا وفكرا بقوله سبحانه على لسان نبيه إبراهيم الخليل: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أيضا سورة مريم. الله سبحانه وتعالى ورسوله الأمين يوليان أهمية قصوى للإنسان وكرامته. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء. فالتوجيه الإلهي للإنسان واضح في كتابه العزيز: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان. الإسراء. وأضاف سبحانه في توجيهه للإنسان: وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولولا توجيه الله وإرشاده لعباده لضلوا وأضلوا السبيل. فلنقرأ معا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسلام.
وظيفة المفتي تملي على المفتي نفسه السلوك المثالي الذي يجب أن يسلكه طبقا لقوله سبحانه الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. أنبهكم إلى الوقت يا صاحب. نعم. أنبهكم للوقت. الوقت. لأن الوقت محدد لي على كل. فالنص موجود وأنا ممنون جدا وأكد على شكري لكم من أعماق القلب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.